استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية، حيث نقل إلى جلالته رسالة من أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. ونقل معاليه لجلالة الملك المفدى تحياتي وتقدير جلالة ملك المغرب، فيما كلفه جلالته بنقل تحياته وتقديره للعاهل المغربي. حضر اللقاء سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية، ومعالي الشيخ أحمد بن عطية الله الخليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي، وسعادة السيد أحمد رشيد خطابي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين.